السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناه. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحه جيده وتكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا الفيديو وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ولا عجبكم ما تنسوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد اللي جدد على القناه واللي قدام. كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على المشاهده وعلى التعاليق الزوينه اللي كتحطوا ليا. اليوم غادي ندير معكم هنايا واحد الطرح ما شاء الله ديال المسمن اللي كيجي المربع اللي كيجي بحال هكا محلول وكيجي بحال هكا مورق وكيجي لذيذ وكاين عندي هنايا واحد الكميه اللي كبيره وكنقدروا نوجدوها في ظرف وجيز. كندير هنايا مسمنات كبار، بعد ما كندير جوج زليف ديال الدقيق الابيض اللي منخول وكندير زلافه ديال الفينو، كندير الملح حسب الذوق وكندير راس المعلقه ديال الخميره. هاد الخميره راه كتطريه وكندير واحد المعلقه ديال العسل، اولا ما متوفرش عندنا العسل كنديروا معلقه صغيره ديال السكر سنيده. صافي وغادي نخلط العجينه. انا كندير قصعه فاش كنخلط، عندي واحد الكميه تقريبا ديال كيلو ديال الدقيق. وغادي نجمع بحال هكا. هنا درت في الاول 450 مليلتر ديال الماء. انا غادي نعطيكم القياس ديال الماء مضبوط، وهنا كنضيف شويه ديال الماء، يعني غادي يزيد يهز معايا 100 مليلتر اخرى. صافي كنجمع العجينه. هذه هي عجينتنا حنا ديال المسمن، لان كندلكوها شويه ما يمكنش ما ندلكوهاش. كنجمع بحال هكا كيكون شويه دقيق هكا، كنخليو العجينه قاصحه، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش مطلوقه بزاف. الا كانت قاصحه بزاف ثاني كتجي كتقطع ما كتجيش مزيانه. الا كانت بحال هكا مرخوفه شويه، الا كانت مرخوفه عفوا بزاف ثاني راه ما كيجيناش المسمن، كيجي من الداخل كيجي مدقص، يعني كتكون لنا بحال هكا العجينه القوام ديالها بحال هكا. غادي نبداو ندلكوها. كنجمع بحال هكا الجوانب ديال القصعه وغادي ندلكها واحد 10 دقائق بحال هكا. كنعطيها كندلكها هكا بيدي، او اللي عندنا العجانه كنديروها في العجانه. القوام ديالها هو هذا، نتوما شفتوا معايا. صافي وكنجمعها. بعد ما دلكتها غادي نديرها في واحد الاناء ونسد عليها حتى كنسالي بحال هكا، نسالي الشقه ديالي بحال هكا او هذه، ما تنطولش عليها لان فيها ديك الروايس المعلقه ديال الخميره ما كنفوتش عليها ساعتين تقريبا، فوق ساعتين خصنا نخبزوها. الا بغيتوا بحال هكا ديروها في العشيه او كتخبزوها للصباح، او ديروها في الصباح وتخبزوها حتى للعشيه، ما ديروش فيها الخميره. هنا صافي بعد ما جمعتها، بعد ما طلقات لينا العجينه بحال هكا، وغادي نكورها بحال هكا كويرات من حجم تقاد بحال هكا. كندير كويرات شويه صغار وكنستمر عليهم بحال هكا. نتوما شفتوا معايا العجينه راه مدلوكه. صافي غادي نغطيها. بعد ما كنكملها كنغطيها بواحد البلاستيكه وكنحطها على جنب. هنا كندهنها شويه ونغطيها. صافي وكنحطها على جنب ترتاح. غادي نرجع هنايا عندي الزبده، انا عندي الزبده ديال البواطا اللي درت فيها بحال هكا واحد الكيس ديال الخميره الحلويات، وكنضيف عليها ثلاثه المعالق ديال الفينو ولا السميده الرقيقه اللي متوفره عندنا. صافي وكنبدا بحال هكا كنبسط العجينه. انا هنا راه بسطت العجينه، كنبسط العجينه مزيان وكندير وحده وسط وحده بحال هكا. كندير الاولى بعد ما كنطويها كندهن بالزبده من الوسط. صافي كنحطها على جنب. كنزيد هنايا الزيت، كندير كميه قليله وكنزيد نبسط العجينه بحال هكا حتى كتبان لينا طويله العمل. ضروري ما كنبسطوها وكنرقوها باش كيجينا هكا المسمن تيجينا رقيق وكيجي بحال هكا محلول من الداخل. كندهنوها بالزبده. غادي نضيف عليها بحال هكا الثانيه الثالثه عفوا. كندير هنا ثلاثه ديال المسمنات في مسمنه وحده كيف ما قلت لكم. انا درت هنايا مسمن هماوي كبير
وتعجبني البنات المسمن كبير بحال هكا صافي. وكنقرص وكندهن بالزبده، الزبده فيها شويه هكا ديال الفينو وفيها الخميره الحلوه. انا كندير هذا الشكل اخر اللي كيبغي يديرو حتى هو راه كيجي ساهل. نتوما شفتوا معايا كيفاش كنورقوه وكنطوي هادي، كنطوي هاد القنص وكنطوي على هاد القنص كنحط على جنب. غادي نقرص الثانيه كنرقوها مزيان. هنا المغربيات ما شاء الله عليهم راه كلهم كيعرفوا المسمن. حنا كنعطيو للمبتدئات بحال هكا، البنيات اللي مقبلين على الزواج او اللي مزوجين وباقيين ما تيعرفوش، كندير هاد المسمنه الوسط وكنطوي عليها، كنطوي الجلد الاخر كنرجعو وكنطوي هذا باش كتجينا المسمنه هكا مقاده من الجوانب صافي. وغادي نغطيهم وغادي نبدا باللولانيه المقله ديالنا كتسخن، وكنزيدو هنايا هاد الورق ديال الزبده راه كيساعدنا باش كنهزو المسمنه مقاده اللي ما كتفش ليهم هكا المسمنه مقاده. وتنبسطو من الوسط، ضروري ما نبسطوها من الوسط باش ما تجيناش مدقزه هكا من الداخل صافي. وكنرمي في المقله بعد ما سخنات، يلاه كنرميوها وكنقلبوها ما كنخليوهاش حتى كتبدا طيب باش كتحل المسمنه كتحل وكتجي محلوله وكتبدا تنتفخ. نتوما شفتوا معايا كيفاش عجينة مدلوكه دوك الفقاعات ما شاء الله فيهم. وكنزيد بحال هكا حتى كتحمر لينا، وحنا كنبقاو هكا المسمنه كندورو فيها، كنزيد ندورها بحال هكا وكاع الجوانب اللي باقيين ما طابوش. نتوما شفتوا معايا كيفاش نتافخت المسمنه وتحمرت. هنا كتكون المسمنه ديالنا وجدات، نتوما شفتوا معايا راه سخونه، بغيت نحلها لكم باش تشوفوا كيفاش مورقه صافي. هنايا راه مسمنه وجدات، غادي نزيد الثانيه حتى هي كنضيفها كيف ما كنديرو. قلت لكم ورق الزبده بحال هكا راه كيساعدنا. كندهن شويه ديال الزيت وكنعاود نقلبها، يلاه يلاه كنرميها. وفي الاول كنخلو المقله حتى كتسخن مزيان، العافيه كتكون متوسطه ما نقصوش عليها العافيه. الا نقصنا عليه العافيه راه كيتفص، ولا جهدنا عليه العافيه راه كيتحرق. المهم كتكون العافيه متوسطه بحال هكا صافي. المسمن ديالنا راه وجد بحال هكا وكتجي هكا محمره. وكنستمروا هكا على المسمن ديالنا حتى كيطيب كامل. نتوما شفتوا معايا الفقاعات اللي داير المسمن، هذا كيدل على ان المسمن ديالنا راه ناجح. كيف ما قلت لكم البنات دلكوه شويه، ما ديروهش بحال هكا عاد تلولبوه وكتخليوه. وهذا المسمن ديالنا وجد، راه طرح ما شاء الله ديال المسمن، وكنوجدوه في واحد الوقت وجيز ما كيعطلناش. انا هنا راه عندي جوج مقلات، كندير جوج مقلات، وحده كطيب هنا وحده كطيب هنا، باش دغيا كنوجدو لانني كنقرصو في الاول حتى كنكملو عاده باش كنبدا كنخبز فيه. غنوريكم المسمن ديالنا من الداخل كيفاش داير. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه، وما تنساوش الى عجبكم بحال الفيديوهات ديال المعجنات ما تنساوش تخليوا ليا في الكومونتير باش دائما ان شاء الله نتوصل معاكم بحال هكا معجنات. في هذا الوقت راه كنحتاجوا بحال هكا مسمنات لولادنا بطيبيطات، كنحتاجوا المخبوزات احسن ما كناخذوا حاجه لولادنا، احسن ما كنشريوها هكا من المتاجر. وغادي نخليكم مع الصور ونقول لكم بالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.